ازيكم؟ صباح الخير عليكم في كل مكان. صباح الشروق، صباح السبت. نتمنى صباح جميل للكل، ونتمنى نستمتع مع بعض بالرحلة دي اللي حتكون معكم لمدة ساعة كاملة على قناة الشروق بفقرات متعددة اخترنا عليكم. يا ريت تنال إعجابكم. صباح الخير تيسير. صباح الخير يا محمد، صباح الخير لكل مشاهدي صباح الشروق. نتمنى تكون بداية أسبوع فيها كثير من الأمل وكثير من التفاؤل، وبنسعد أنه نلتقيكم في لوحة صباحية جديدة بألوان وخطوط الأمل دائما، وبخطوط وألوان التفاؤل. الجميل دائما أن يكون هذا الصباح هو بداية إيجابية للجميع. في التحية لكم جميعا، نتمنى هذه اللوحة الصباحية تكون هي مليئة بألوان التفاؤل للجميع. تحية لكم. ودائما من خلال الصباح محمد، كثير من الناس بيتكلموا عن الصباح بأنه عنده ارتباطات خاصة بأشياء عديدة. صحيح. فأنت بشكل خاص مرتبط بك بشنو الصباح؟ جبنة القهوة كثير من الناس. أيوة. بالضبط. يعني صح. تصحى الصباح أول حاجة كوباية الجبنة عشان تفهم باقي اليوم فوش شنو علي اللي قال يعني. فهذه انا اهم حاجه بالضبط. واهم حاجه انه الصباح نفسه عشان ما يكون بدايه. في كثير من الناس بيبدوا اليوم من النص كده. صحيح. صحيح. لكن اغلب الناس زي ما قلت اللي هو بكون هم الشغل، هم انه يوصل في مواعيده، يوم يكون ظريف ويقضي اموره بامتياز. يعني ده اغلب الناس بيكون مهمومه بالحاجه دي. ونتمنى انه كمان المشاهدين، هو الصباح مرتبط باشياء مختلفه. نتمنى انه كل اللي بيشاهدونا كمان الصباح دائما يكون مرتبط عندهم بصباح الشروق، وتكون دائما هي بدايه ايجابيه ليوم جميل، وبيكون دائما انه هو هذا اليوم الذي يبدا مع صباح الشروق هو موفق للجميع ان شاء الله يا رب. عندنا المفروض نمشي كنترول نوت. كنترول ونعود. في كل مكان، ودائما صباح الشروق زي ما وعدناكم هو أبواب مفتوحة على كل مداخل النبض الصباحي، بننقل من خلالها الموروث الثقافي السوداني، ونفتح نوافذ الصباح على كل مساحاتنا السودانية، نتحدث عن البيئات الصباحية المختلفة، ونستضيف مجموعة من الضيوف اللي بيحتشدوا في نبض صباحي يحمل ألوان مختلفة للأمل والتفاؤل وينبض به صباح الشروق. وبالتأكيد هي فقرات متنوعة دائما بنقدمها من خلال الصباح. صحيح. فقرة اللي هي تخصكم إلى حد كبير جدا، فقرة حتكون معنا دكتورة الصيدلانية ريهام محمد الحاج، حديث عن البشرة وعن وما إلى ذلك. عندنا برضو فقرة هي تخص الغضروف بالتحديد، علاجه وأسبابه وما إلى ذلك، برضو فقرات عديدة هتكون معنا. وعندنا كمان أرزاق، هي دائما أبواب مفتوحة على كل أصحاب العمل والرهق اللي بيحملوا كثير من الإيجابية في أعمالهم المختلفة. نحن حريصين أن يكونوا معنا موجودين من خلال صباح الشروق، وأيضا من خلال صباح الشروق بنقدم نماذج مختلفة ودلائل مختلفة للصحة وأهمية الصحة في الصباح. صحيح. والأورنيش بالتحديد اللي هو فتى الأورنيش أو عامل الأورنيش هو اللي حيكون أساسي حاضر معنا اليوم. حاضر أكيد. صح. ونبض صباحي مختلف دائما من خلال صباحاتنا في الشروق، ومن خلاله بننقل أحداث مختلفة أيضا. نحاول أنه يكون النبض الصباحي بيشبه هذا البلد بكل هذا التنوع اللي بيشكل ذات السوداني ووجدان السوداني. نتمنى دائما هي الأبواب تكون مفتوحة على السودان الواحد. يا ريت والله. نسمع الناس لحن جميل صباحا، نفتح بالنفس كده للناس كلها. نعم، نسمع ونعود. أنا قلبي في درب المحبة خلاص ودر يا حبيبي، روك شيل الصبر قل لي تعالوا علي صر قلب البريد وعبخ بسير. يا حبيبي روك شيل الصبر قل لي تعالوا
قلب البرين واضخ في سير رغم السهاد انا قاعد مسرك في الفؤاد ما ضحت به رغم السهاد يا ريت سنين الريت تعاد 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 واحكي كما فعل البعاد انا قلبي درب المحبه خلاص يدير الصبر ولي عاد وعلي يسير قلب المريد ما بيختزر ما كنا زي نجم التراب ضوين سوا فوق السحاب ما كنا زي نجم التراب ضوين سوا فوق السحاب لا فينا يوم واحد قفل التاني غاب لا فينا يوم واحد قفل التاني غاب لا فينا التاني غاب لا فيها يوم واحد أفل والتاني غاب الليلة عاد حكم الغدر ربك يخفف للمصاب يا قلبي درب المحبة خلاص بدر يا قلبي روشي للصبر قلي تعال وعلي أجر قلب البريد ما بيختصر أنا في رجاك لم تنتصل أهديك حناني ما حصل أنا في رجاءك لم تتصل أهديك حناني ما حصل تشوف زهر ساقي وطل 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 واحتز بك وسط الأهل أنا قلبي محبة خلاص ودير يا حبيبي روك شيل الصبر قولي تعال علي يصير 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 قلب البريد وعم يخفي سير